مسؤول الا بحكم القضاء، لكن الدستور المصري حظر حتى بحكم القضايا الاغلاق ومصادره او ايقاف اي صحيفه او اي وسيله للنشر. وبالتالي لدينا مكسب هائل هو دستور البلاد بسته مواد وماده السابعه، ولكن لدينا ايضا الان استطيع ان اقول ربما اشار خالد يميلي الى هذا، اننا لدينا تقدم هائل في التشريعات، وربما الامر استغرق ايام قليله للغايه لكي يخرج بتشريعات تتناسب مع هذه المواد في الدستور. مشروع القانون كان الدستور ايضا نص على ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يقوم بدوره في صيانه التعدد اللازم في المجال الاعلامي، بمعنى محاربه فكره التعبئه والحج والصوت الواحد والمنح الدعائي للممارسه الاعلاميه. اما الركيزه الرابعه فهي المحاسبه واخضاع الاداء للتقييم. المحاسبه واخضاع الاداء للتقييم. كلنا يعلم ان سلعه الاعلام او سلعه الصحافه في مصر ظلت لعقود، ربما هي السلعه الوحيده التي لا يمكن ان تخضع للتقييم بشكل منهجي وعادل، والتي لا يوجد ما يسمح لمستهلكي هذه السلعه بان يشككوا فيها او يشكوا من ادائها، وربما ان يوقعوا ايضا العقاب بحق من اساء في انتاجها او